الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة العربية، الموضوع الثاني وسائل التواصل. معنا اليوم درس جديد بعنوان كتابة رسالة. قبل ما ندخل في التدريبات أتعرف على كتابة الرسالة. الرسالة لها، أنا مثلا عاوز أبعت رسالة لشخص ما، الشخص ده ممكن يكون مثلا أبوك اللي مسافر في برا مصر أو مسافر حتى جوا مصر، أو صديق ليك عايش في مكان تاني عايز تبعت له رسالة. في عناصر أساسية لكتابة الرسالة لازم تكون عارفها. هنقول عناصر كتابة الرسالة وهي: أول حاجة عشان تكتبها في الرسالة، عشان تكتب رسالة أول حاجة بتكتب هي التاريخ، هي التاريخ. يعني مثلا أنا بعتها له النهاردة يبقى هكتبها بتاريخ النهاردة. طيب انت بعت الرسالة دي لمين؟ تحت التاريخ مباشرة اللي هو الى. الى دي يعني اسم المرسل اليه، اللي هو الشخص اللي انا بعت له الرسالة. انت بعت الرسالة دي لمين؟ بعتها لي ابوك، بعتها لاخوك، لصديق ليك، لجارك، بعتها لاي حد ايا كان. انت بتكتب اسم، هنا بكتب كلمة الى وبكتب اسم الشخص اللي ايه اللي انا بعت له الرسالة. بعد ما كتبت التاريخ وكتبت اسم الشخص اللي انا بعت له رسالة، بيجي بعد كده مضمون الرسالة. مضمون الرسالة اللي هو موضوع الرسالة. موضوع الرسالة ده لازم يكون فيه حاجتين، لازم يكون عندنا جملة افتتاحية ولازم يكون عندنا جملة ختامية. جملة افتتاحية، جملة افتتاحية ده مثلا انت بعتها لصديقك مثلا، فبقول صديقي العزيز محمد مثلا، هو اسمه محمد، صديقي العزيز محمد، صديقتي الغالية حنان مثلا. جملة ختامية، الجملة الختامية أتمنى لك التوفيق أو أتمنى لك السعادة أو مثلا أحبك، أي جملة أختم بها مضمون الرسالة بتاعتي. بعد ما كتبت التاريخ، كتبت اسم الشخص اللي أنا بعت له رسالة، كتبت مضمون الرسالة. مضمون الرسالة ده يعني حاجتين، جملة افتتاحية وجملة ختامية. جملة الافتتاحية إن أنا بعتها مثلا لصديق، فبقول لصديقي العزيز. طيب بعد كده انا بكتب انت بعتها ليه، بعت الرسالة دي ليه، عشان تدي له اخبارك الجديدة مثلا. انا انتقلت من مدرسة، كنت في مدرسة كذا وانتقلت الى مدرسة جديدة، عايز اعرفه ان انا طلعت الاول وحصلت على الدرجات النهائية في اللغة العربية، او حصلت على الطالب المثالي مثلا. جملة ختامية كتبت له مثلا اتمنى لك التوفيق. بعد كده في الاخر خالص مفروض ان انا بكتب من، اللي هو اسمي انا، اسم المرسل اللي هو المفروض اسم الشخص اللي باعت الرسالة، مفروض اسمك انت، اسم اللي باعت الايه الرسالة. تمام، تعرفنا عناصر كتابة الرسالة: التاريخ، الى يعني انا بعتها لمين، مضمون الرسالة في حاجتين، في جملة افتتاحية، وبعد كده بكتب الرسالة بتاعتي. شوف انت كاتبها ليه، بعتها لأبيك مثلا مسافر في بر، مسافر بره مصر مثلا وانت عايز تطمن عليه، كيف حالك يا ابي، انا حصلت على الدرجات النهائية مثلا، وبتدي له اخبارك الجديدة، اتمنى في الجملة الختامية اتمنى لك التوفيق، من المفروض اللي هو اسمي انا. نشوف مع بعض تدريبات بتاعة الكتاب بتاعنا. بقول لي صل الرسالة كالمثال. في المثال اللي هو الدهوني بيقول لي الى محمد من احمد. الى محمد مفروض ان محمد ده اسم الشخص اللي انا بعت له رسالة. من احمد، احمد ده المفروض ان هو الشخص اللي باعت الرسالة. طيب لاحظ ان كلمة محمد، محمد اللي ما بعت له رسالة، انا بعت رسالة لمحمد، لاحظ ان كلمة محمد مكتوبة الناحية دي. من احمد، لاحظ ان كلمة احمد، من احمد اللي هو اسم الشخص اللي باعت الرسالة، لاحظ انه مكتوب الناحية دي. هنا الى امي، يعني انا باعت الرسالة دي لامي، المفروض ان هي مكتوبة الناحية دي. ادي كلمة امي. من، من، من اللي بعتها، اللي بعتها حسام، اللي بعت الرسالة دي حسام. فين حسام؟ ادي حسام، يبقى هنوصل الناحية دي لحسام وهنوصل الناحية دي لامي. المثال ده بيقول الى فرح. فين فرح؟ ادي فرح، فرح دي اللي انا بعت لها رسالة. من مها، مها دي هي اللي بعت الرسالة. الى فرح، ادي فرح وادي مها، ادي فرح وادي مها، مها دي اللي بعت الرسالة، فرح اللي انا بعت لها الرسالة. النشاط الثاني
اختر واكتب علامة الترقيم المناسبة. طبعا شرحنا علامات الترقيم قبل كده بالتفصيل. ادي عندي النقطة وعلامة الاستفهام ونقطتين فوق بعض. النقطتين فوق بعض دول ما ينفعوش يجوا الا بين جملتين، بين جملتين، يعني ما ينفعش تتكتب في الاخر خلصت كلام خالص احط نقطتين فوق بعض، لا. خلصت كلام لو هي جملة اخبارية احط نقطة، يبقى امتى استخدم النقطة؟ لو الجملة اللي عندي دي جملة خبرية، جملة اخبارية، يعني مش طالب، يعني مش سؤال، مش اسلوب تعجب. اما طبعا عارفين علامة الاستفهام بتتحط فين؟ بتتحط في السؤال، اسلوب الاستفهام، السؤال. نقطتين فوق بعض قلنا ما ينفعش ان هما ييجوا في النهاية، بتتحط بين جملتين. الجملة التانية هي تكملة للجملة الاولانية، يعني مثلا بقول له قالت، قالت ايه بقى؟ عايز اوضح لك هي قالت ايه، بحط نقطتين فوق بعض ابدا اذكر هي قالت ايه. لما يقول لي كيف حالك؟ ده ايه يا ابطال؟ هذا سؤال. طالما ان هو سؤال استخدم نقطة ولا علامة استفهام ولا نقطتين فوق بعض؟ سامع ناس بتقول لي علامة استفهام، احسنتم. مع السلامة، مع السلامة طبعا جملة اخبارية، طالما ان هي جملة اخبارية حط لها نقطتين فوق بعض، لا قلنا نقطتين فوق بعض ما بيجوش في الاخر، اذا ما عادش قدامي الا النقطة لانها جملة اخبارية. الى، انت بعت الرسالة دي لمين؟ انا بعت الرسالة فبقول الى امي، الى، وابدأ احط نقطتين فوق بعض وابدأ بعد كده اذكر اسم الشخص اللي انا بعت له الرسالة. هنا احط نقطتين فوق بعض، ولاحظ ان هي جه قبلها كلام وجه بعدها كلام، لكن هي ما ينفعش ان هي تيجي في النهاية. النشاط الثالث، اقرأ وحدد موضوع الرسالة. اكتب اليك هذه الرسالة لاخبرك بفوزي بجائزة القراءة. يبقى هو طبعا موضوع الرسالة قلنا اللي هو المضمون، هو بعت الرسالة دي ليه؟ هو كتب ده في المضمون، كتب ده في موضوع الرسالة اللي هو الجملة الافتتاحية والجملة الختامية، كتب فيها دي، كتب اكتب اليك هذه الرسالة لاخبرك بفوزي بجائزة القراءة. يبقى هو كان بعت الرسالة دي ليه؟ فوز بجائزة ولا سفر؟ طبعا واضحة جدا ان هي فوز بجائزة. كيف حالك؟ سمعت من امي انك مريض، اخبرني عن صحتك، اخبرني عن صحتك الان، اريد ان اطمئن عليك، انتظر ردك. ها، في الرسالة دي هو بعتها ليه؟ اطمئنان على صديق ولا شكر؟ هو بيشكره ولا بيطمن عليه؟ واضحة جدا طبعا ان هو اطمئنان على صديق، اطمئنان على صديق. مرحبا يا صديقي، اريد ان احكي لك عن رحلتي بالامس الى مكتبة الاسكندرية، استمتعت كثيرا وشاهدت فيلما مشوقا في القبة السماوية. هذه الرسالة بعتها ليه؟ موضوعها ايه؟ نجاح ولا رحلة؟ طبعا بيقول له احكي لك عن ايه؟ واضحة جدا وباينة جدا ان هي كانت رحلة، ان هي كانت رحلة، اذا فهي رحلة. النشاط الرابع بيقول لي صل كل عبارة بالجملة المناسبة. عندي هنا جملة ختامية وعندي هنا جملة افتتاحية، فاكرينهم؟ قلناهم في عناصر كتابة الرسالة جملة افتتاحية وجملة ختامية. طيب الجملة الختامية من اللي تنفع ان انا اكتبها في الاخر خالص؟ ها، زي كلمة ايه؟ كيف حالك دي بتيجي في الاول ولا بتيجي في الاخر؟ لا طبعا اول ما بكتب الرسالة بقول له مثلا كيف حالك، طمن عليه. طب صديقي العزيز برضه بتيجي في الاخر، اذا دي تمشي مع الجملة الايه؟ صديقي العزيز بتيجي في الاول، صديقي العزيز بتيجي في الاول، يعني دي هذه تمشي جملة افتتاحية. أراك قريبا، ها؟ أقول جملة ختامية، قال لي أنتظر ردك، أو أراك قريبا، جملة ختامية تيجي في نهاية الرسالة، تيجي في نهاية الرسالة. جملة الافتتاحية أول ما بكتب الرسالة أقول له مثلا كيف حالك، أو أقول له صديقي العزيز. النشاط الخامس، اقرأ الرسالة وأكمل. عندي هنا كلمة العزيز، كلمة افتقدك، كلمة الجديد، كلمة الى. كتب مثلا التاريخ 10/3/2020 او 2020،
صديقي نقط أحمد، لقد وصلت أمس إلى منزلي نقط بفرنسا، الجو هنا شديد البرودة، فاشترى لي أبي معطفا ثقيلا. معطفا يعني ملابس من الملابس، ملبس من الملابس الثقيلة، ملبس من الملابس الثقيلة. تعرفت إلى صديق جديد من مصر اسمه عمر نقط كثيرا من زين. طيب في البداية خالص هو كتب التاريخ زي ما احنا اتفقنا. فاكرين هنا كان بنكتب كلمة ايه؟ سامع ناس فعلا بتقول لي كلمة ايه؟ العزيز ولا افتقدك ولا الجديد ولا كلمة الى احمد؟ طبعا اول كلمة المفروض بتكتب عندي هي كلمة الى احمد. صديقي جملة افتتاحية، دي جملة ايه؟ افتتاحية. صديقي العزيز احمد ولا صديقي افتقدك احمد ولا صديقي الجديد احمد؟ لا طبعا هي صديقي ايه؟ احسنتم، هي صديقي العزيز، صديقي العزيز احمد. لقد وصلت امس الى منزلي افتقدك بفرنسا ولا الى منزلي الجديد بفرنسا؟ طبعا الى منزلي الجديد بفرنسا. الجو هنا شديد البرودة، فاشترى لي ابي معطفا ثقيلا. تعرفت الى صديق جديد من مصر اسمه عمر نقط كثيرا. ها اقول له ايه؟ افتقدك كثيرا، افتقدك كثيرا من زين. هنقرأ الرسالة دي مرة تانية علشان هنحتاجها معانا بعد كده. طبعا كاتب هنا التاريخ 10/3/2020 الى احمد صديقي العزيز احمد، لقد وصلت امس الى منزلي الجديد بفرنسا، الجو هنا شديد البرودة، فاشترى لي ابي معطفا ثقيلا. تعرفت الى صديق جديد من مصر اسمه عمر، افتقدك كثيرا من زين. النشاط السادس، حلل الرسالة السابقة اللي احنا قرأناها دلوقتي. يلا نطلع منها التاريخ والمرسل اليه اللي انا بعت له رسالة والجملة الافتتاحية وموضوع الرسالة والجملة الختامية ومن اللي باعت الرسالة. قلنا التاريخ بتاعها فاكرين يا ابطال؟ ها تقدر تبص في الصفحة السابقة وتدور على التاريخ بتاعها. قلنا التاريخ عندنا كان تاريخ كام؟ كان تاريخ 10/3/2020. طيب المرسل اليه كان بعت الرسالة دي لمين؟ ها بص كده في الصفحة التانية واللي كان بعت الرسالة دي لمين؟ ايوه تمام، كان بعت الرسالة دي احمد. طيب الجملة الافتتاحية اللي جات في الرسالة السابقة كانت جملة ايه يا ابطال؟ كانت جملة صديق العزيز احمد، صديق العزيز احمد، دي كانت الجملة الافتتاحية. موضوع الرسالة كان بعت الرسالة ليه؟ هو بعت له الرسالة دي ليه؟ باعت الرسالة ديت علشان يوصل له أخباره الجديدة لصديقه، توصيل أخباره الجديدة لصديقه. الجملة الختامية آخر حاجة جت عندنا طبعا فاكرينها اللي احنا كملناها في الموضوع السابق أو الرسالة السابقة، كانت جملة أفتقدك كثيرا من اللي كان باعت الرسالة اسمه إيه؟ تمام هو زين. النشاط السابع، رتب الجمل لتكون رسالة. من ابنتك مريم، من يعني دي اللي بعت الرسالة، 21/3/2020 الى ام الحبيبة، احبك، شكرا لك على كل ما تفعلينه من اجلي، اكتب لك هذه الرسالة لاعبر عن حبي لك. طبعا المفروض اول حاجة هتيجي معانا هي ايه يا ابطال؟ فاكرنا في العناصر بتاعة الرسالة؟ احسنتم، هي طبعا المفروض اللي هيجي عندي في البدايه هو التاريخ 21/3/2020. طيب تحت التاريخ على طول مباشره انا باعت الرساله دي لمين؟ الى امي الحبيبه، الى امي الحبيبه. طيب بيجي هنا في البدايه جمله الافتتاحيه واللي هي فيها مضمون او موضوع الرساله. الجملة الافتتاحية
موضوع الرسالة. طبعا هو قال لي هوت اكتب لك هذه الرسالة لأعبر عن حبي ايه؟ لأعبر عن حبي لك. الجملة الختامية، الجملة الختامية زي هنا موضوع الرسالة وكان توصيل اخباري الجديدة لصديقة، الجملة الختامية قال له افتقدك كثيرا. طب هنا الجملة الختامية قال لها ايه؟ قالت شكرا لك على كل ما تفعلينه من اجلي، شكرا لك على كل ما تفعلينه من اجلي. وفي النهاية خالص هتكتب اسمها، قالت لها او في النهاية خالص عفوا قالت جملة الختامية احبك من ابنتك مريم، من ابنتك مريم اللي بعت رسالة. كتابة الرسالة، قولي اكتب رسالة الى صديقك الذي سافر واخبره عن اخبارك الجديدة. صديق ليك، تخيل معايا لك صديق مثلا في مسافر خارج مصر، عايز اقول له ما يعني كل الاخبار الجديدة بالنسبة لي. طبعا مضمون الرسالة ده ممكن يختلف من شخص لشخص، بس في عناصر متفق عليها. العناصر المتفق عليها ان انا طبعا هنا لازم اكتب ايه؟ لازم اكتب التاريخ. انا مثلا كتبت التاريخ ده 29/3/2020 مثلا، انت ممكن تكتب تاريخ النهاردة، اي تاريخ يناسبك اكتب. تحت التاريخ برضو متفقين ان انا باعت الرسالة دي لمين، الى انا باعتها لمين، فقلت مثلا ان انا باعتها لصديقي محمد، الى صديقي محمد. بعد كده هيجي مضمون الرسالة، ومضمون الرسالة فيه جملة افتتاحية، فيه جملة ختامية، وفي النص بينهم انا باعت الرسالة لي. فقلت له اكتب لك هذه الرسالة لتعلم اني انتقلت الى مدرسة جديدة وانا احبها كثيرا. جميل. هنقول له ايه تاني بعد كده؟ كما ان لي اصدقاء كثيرين فيها، لي اصحاب كتير موجودين في المدرسة ديت. احبك كثيرا، جملة ختامية. هذه جملة ايه؟ ختامية. هذا مضمون الرسالة، وهذه الجملة الافتتاحية، اكتب لك هذه الرسالة لماذا، عرفت انا بعتها له ليه. وهذه الجملة الختامية، مفروض ان انا في النهاية هقول له مثلا من صديقك خالد. وانا بكتب الرسالة ديت لازم تخلي بالك من حاجة، لاحظ كده ان انا التزمت بعلامات الترقيم، زي ما حطيت النقطتين فوق بعض، زي ما حطيت هنا فاصلة منقوطة، حطيت هنا نقطة، هنا نقطة، هنا نقطة، تمام، هنا نقطتين فوق بعض. برضو كتابة تاريخ الرسالة، كتبت التاريخ، كتبت المرسل اليه والمرسل، ادي المرسل اليه انا بعتها لمين، وده المرسل هو المفروض انا. كتبت الجملة افتتاحية اهو اكتب اليك هذه الرسالة، او اكتب لك هذه الرسالة. جملة ختامية احبك كثيرا، الاملاء الصحيح كتبتها بطريقة صحيحة وخط جميل ومناسب، والالتزام بموضوع الايه، الرسالة اللي هو ان انا بعتها له عشان اخبره عن اخبارك الجديدة، ما لدي من جديد. لاحظ وتعلم. نشاط واحد، عبر عن الصور مستخدما اسلوب النداء. هذه البنت اسمها ايه؟ سمر. هذا الولد اسمه احمد. ممكن مثلا اسلوب النداء، طبعا عارفين ان هو بيبدا باداه النداء اللي هي كلمه ايه يا ابطال؟ هي كلمه يا، هي كلمه يا. هذه البنت اسمها سمر، فاقول يا سمر. ها، هات اي جمله كده تتعلق بهذه الصوره. انا مثلا قلت يا سمر تناولي طعاما صحيا، انت ممكن تجيب جملة تانية تتعلق بالصورة وتكون جملة صحيحة. احمد، هقول له ايه؟ هقول له يا احمد. هقول له يا احمد ايه مثلا؟ انا قلت يا احمد ابدع ولا تكن مقلدا في تعلمك. النشاط الثاني، عبر عن كل كلمة مما يلي بجملة. كلمة مخيم، كلمة اختراعات، كلمة هائل. عايزين نحط كل كلمة دول في جملة. طبعا لازم تكون جملة تامة، جملة صحيحة. كلمة مخيم ممكن تقول ايه يا بطل؟ ها، انا اقول اقمت في مخيم العائلة عند البحر. اقمت في مخيم العائلة عند البحر. برضو ممكن تكتب جملة تانية. كلمة اختراعات، ها، ممكن نحطها في جملة نقول ايه؟ لدي اختراعات اود تنفيذها، نفسي انفذها فعلا، نفسي اخترع اختراعات جديدة. كلمة هائل، كلمة هائل معنى كبير او كثير.
ممكن اقول معي عدد هائل من صور اصدقائي، معي عدد هائل يعني عدد كبير من صور اصدقائي. النشاط الثالث، ارسم شمسا اذا كانت الكلمة شمسية وقمرا اذا كانت الكلمة قمرية. ادي صورة الشمس وادي صورة القمر. فاكرين اللام الشمسية واللام القمرية؟ طبعا شرحناها قبل كده. كلمة البحر نطقت اللام، نطقت اللام، اذا هي لام ايه؟ قمرية. اذا هي لام قمرية. البحر، الشباك، هل نطقت اللام؟ طبعا لا، ما نطقتش اللام، وبعد اللام حرف مشدد، اذا هي لام ايه؟ احسنت يا بطل، هي لام شمسية. كلمة الكتاب، الكتاب، نطقت اللام؟ نعم نطقت اللام، الكتاب، نطقت اللام، اذا هي لام ايه؟ شمسية ولا قمرية؟ هي لام قمرية. كلمة الجمل، الجمل، نطقت اللام؟ نعم نطقت اللام، اذا ايضا هي لام قمرية. النشاط الرابع، اقرأ ثم اجب. قل سافر والدي فكتبت له رسالة قلت فيها الى ابي الحبيب اكتب اليك لابلغك انني نجحت في الامتحانات واعطتني المعلمة هدية رمزية لتفوقي انتظر قدومك احبك يا ابي من ابنك خالد. طيب في مضمون الرسالة دي، ركز معايا، تقدر تسمع القراءة تاني او تقدر تقرأها بنفسك تاني. كتب خالد الرسالة الى، ها خالد اللي كان كاتب الرسالة اسمه كتب في الاخر، كان باعتها لمين؟ الى، طبعا الى ابيه، كله الى ابي الحبيب او الى والده. كتب خالد ليبلغ اباه بانه، هو بعت له الرسالة دي ليه؟ ليبلغ اباه بانه، ها اكتب اليك لابلغ انني، تمام، نجحت في ايه؟ نجح في الامتحان. معنى كلمة رمزية، واعطتني المعلمة هدية رمزية. كلمة رمزية دي تعبر عن ان هي ايه؟ بسيطة ولا سيئة ولا طعام؟ هدية رمزية يعني ايه؟ لا طبعا يعني هدية ايه؟ تمام، هدية بسيطة. الجملة الختامية في الرسالة كانت هي كلمة، كان اخر جملة كتبت في الرسالة هي كلمة احبك يا ايه؟ احبك يا ابي. النشاط الخامس، حول الفعل الماضي الى مضارع والمضارع الى ماض. حول الفعل الماضي الى مضارع والمضارع الى ماض. كلمة يكتب، يكتب، هل معناه ان هو انتهى؟ احنا شرحنا طبعا الفعل الماضي قبل كده والفعل المضارع، وقلنا ان الفعل الماضي يدل على حدث تم وانتهى، حاجة اتعملت وخلصت. اما المضارع فيدل على حدث يتم اثناء الكلام، يعني لسه بيتم دلوقتي، لسه بيحصل. لو انتهى يبقى ماضي، لو لسه ما انتهاش يبقى مضارع. طب كلمة يكتب، هل معناها ان هو خلص كتابة خلاص ولا هو لسه لا يزال يكتب؟ طبعا لا يزال يكتب، اذا هو فعل ايه؟ فعل مضارع. طيب عايز احوله لماضي، اقول هو ايه؟ اقول ايه؟ تمام، كتب، اقول ايه؟ كتب، يكتب تبقى كتب. كلمة اكلا، اكلا، طبعا كلمة اكلا بتوحي او تدل على ان الاكل تم فعلا وانتهى، تم وايه؟ وانتهى. طب انا عايز اقول دلوقتي ان هو لسه، ده هو لسه عمال ايه؟ ها؟ تمام، يأكله، لسه ايه؟ يأكله، دي ماضي لكن دي مضارع. شرب، شرب، فعل ماضي ولا مضارع؟ شرب يعني برضو شرب وانتهى، شرب وخلص، اذا هو فعل ايه؟ ماضي. طب انا عايز اقول ان هو لسه بيه، ها؟ تمام، يشربه، لسه ايه؟ يشربه. كلمة يلعب، يلعب، لا دي فعل مضارع، انه لسه بيلعب حاليا دلوقتي. طيب لو انا عايز اقول ان هو خلاص، ده هو خلص، اقول ايه؟ لعب، اقول لعب. لاحظ التشكيل. النشاط السادس، صف الصورة في جمل من تعبيرك. بصوا بالصورة دي كده، واضح من الصورة ان في شخص عاجز بقدميه او برجله، وفي شخص تاني بيزقه بالايه؟ بالكرسي. ممكن نعبر عن الصورة ديت، نقول ايه؟ ممكن مثلا اقول
أنا أساعد المحتاجة دائما، أنا أساعد المحتاجة دائما. ممكن أقول جملة تانية، الحمد لله على نعمة المشي. وأنت تقدر تجيب جمل تانية من عندك تعبر بها عن الصورة وتكون جمل صحيحة. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.